يا شباب انا لي كثير عن الحزن، ما احب الحزن كذا، لكن في قصه اصرت بنت اختي الا انزلها لكم. صراحه انا تاثرت يوم سمعتها. شباب ابيكم، الشباب اللي مثلي، الشباب الحلوين الجميلون اللطيفون، ابيك تسمعني تكفى في السنابات الجايه للاهميه. هذا واحد مثلي ومثلك، شاب لطيف جميل، عنده اخت عمرها تقريبا 17 الى 18 سنه، يقول هي الوحيده من خواتي، يعني احنا الباقي كلنا عيال، وكنا دائما نحب نطقطق معها ونستهبل على شكلها، لان هي طبعا ما كانت ذاك الجمال لكن كان فيها شيء انه خشمها كبير. المهم يقول اختي جوها مرح وبالعكس تنبسط اذا طقطقنا عليها واستهبلنا معها، يقول لدرجه انه اذا ضحكنا عليها تحط يدها اذا ضحكت عشان ما يبين خشمها يعني من كبر. فيقول كنا مستمرين على هالروتين ونحنا نضحك عليها ونستهبل عليها، وما كنا نتوقع ان في يوم من الايام هالشيء بينقلب عكسي على نفسيه البنت. فيقول الى رمضان هذا اللي فات، يقول كانت نفسيتي انا مره زفت، فكنت كل ما ارجع البيت ارجع الضيق اللي فيني فوقها ودائما اسب فيها. يقول انا كنت اسب فيها اول كانت تنبسط تضحك، لكن الحين صارت لا تتهرب مني، احس ان نفسيتها تغيرت وصارت في حزن فيها. فيقول يمكن، انا قلت في راسي يعني يمكن انها مالها نفس او انها زعلانه من شيء، تجاهلت الامر. يقول مع هذا كله استمرت على نفس حالتي ورجعت اطقطق عليها وكل شيء، ونسيت ان عندها مشاعر وانها هي الاخت الوحيده، وما كانوا اهلي يمنعوني من الشيء هذا لانه شيء عادي. فيقول اختي بدات تفقد ثقتها في نفسها، بدات ما عاد خلاص ما عاد تطلع، يعني صارت معقده، ما عاد صارت تطلع عزايم تتعذر بعذار ما لها داعي، احنا كنا يمكن انها فيقول دائما ترسلنا وتلمح لنا انا واخواني انه ترسلنا صور هدايا والله يرزقنا، وانه يعني تبي هديه منا لكن ما حد معبرها ابدا. ويقول كنا بالعكس نعايرها، نقول لها وجهك وجه واحدة تبي هدية، انت صغري خشمك عشان يجيك هدية، ولا نقول لها تزوجي وخلي زوجك يجيب هدية. المهم كانت تقول لهم دائما انا اتعب في رمضان عشانكم، يعني على الاقل جيبوا لي هدية ولا شيء. فكنا مطنشين لها تماما. المهم يقول قرب العيد نشوف البنت ما اهتمت فيه، ما راحت تشتري فستان زي ما كانت قبل. كان هو يعني الولد نزل صورة في تويتر سوفليه كاتب شكلها أليم. فيقول والله نفس اليوم دخلت علي وما صحن سوفليه، شافت الصوره في تويتر وجابت لي السوفليه، يقول ألب سوفليه ذقته بحياتي. قلت لها وش المناسب، يعني قلت توقعت انها تبي اوديها مكان ولا شيء، فقالت لي ما يغلى شيء عليك وطلعت. فيقول تذكرت السوفليه والصوره اللي نزلتها. فيقول قبل العيد بايام دخلت البيت ابي شاحب منها، فوصلت شفت امي تبكي وشفت الوضع مره متوتر، سالتها قلت ايش فيها يما، فقالت لي فيقول اختك جينا صحيها هي تصحف شالوها اخوانك ودوها المستشفى. يقول انا على طول لا شعوريا جيت بنطلق المستشفى، قالت امي اجلس عندي عشان تطمني وش بيصير. يقول كنت جالس متوتر وعلى اعصابي مره، بس عشان امي جلست في البيت الين جانا الخبر اللي صدمني من جد. يقول جانا خبر وفاه اختي سبب التهاب في عضله القلب. السبب وشو؟ السبب انها كانت تنام وهي متضايقه، كانت تنام يوميا وهي تبكي لأسباب نفسية. يقول أمي يوم سمعت الخبر أغمي عليها فجأة، يقول خلاص أنا صارت حالتي يعني لا يرثى لها. يقول والله رجولي خلاص ما عاد أقدر أشيل رجولي. يقول أقسم بالله يعني شلون أختي ماتت، أمس كانت زي الفل، ما توقعنا هالشيء بيكون في قلبها من جد. يقول والله العظيم لأول مرة تدمع عيني. يقول أقسم بالله حتى خويي أقرب الأخوي لي توفى وما نزلت دمعة مني، لكن أختي من جد حسيت. يقول والله العظيم اني ندمان ندم، لاني انا حاس اني انا سبب في الشيء اللي صاير لها، لاني انا كنت اضايقها كثير بس ما كنت متوقع انه بيصير هالشيء. يقول تضايقت على الايام اللي كانت تتمنى هديه، يقول اتمنى ترجع الايام الحين والله لا احضنها حضن، لا اجيب لها هدايا الدنيا كلها لي، بس وش يفيد؟ وش يفيد اذا شيء راح؟ من جد يعني هالشيء القصه هذه ترى صايره معي ومعك ومع كل الناس، لان هالشيء لانه احنا نتوقع ان الضحك والاستهبال هذا مع اختك توقع انه شيء عادي، لكن تراها تكتم في نفسك حتى لو ضحكت في وجهك. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رفقا بالقوارير، شبهها بالقاروره يا عيال، لان السهل اي شيء ممكن ياثر عليها. فالله الله باخواتكم يا شباب.